جهة، والحارس التلمساني عاصمي الذي تصدى ببراعة في نصف الساعة الأول لكل محاولات شبيبة القبائل مثل هذه الرأسية من مفتاح وعاصمي بكل براعة. هذا الضغط لشبيبة القبائل يكلل بهدف أول من إمضاء حاج عدلان بعد تلقي كرة من موسون. مباشرة بعد بداية الشوط الثاني هدف مباغت من حاج عدلان بعد هفوة في دفاع تلمسان، كان ذلك في الدقيقة الخامسة. الركنية يقوم بتنفيذها موسوني وحاج عدلان بالرأس يمضي الهدف الثالث. وفي حين تغاضى الحكم سيد بربار عن ضربة الجزاء التي ارتكبت ضد موسوني، احتسب الهدف الرابع لشبيبة القبائل. وكاد خط هجوم الشبيبة أن يضيف هدفا خامسا عن طريق حاج عدلان المرة الأولى ومفتاح في المرة الثانية. كانت هذه آخر فرصة والتي ختم بها شبيبة القبائل المقابلة على الطريقة هذه.